أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من جماعة التبليغ من يدعون كثرة الكرامات الواقعة لهم أثناء دعوتهم وخروجهم إلى الدعوة في سبيل الله، فهل هذه من كرامات الصالحين أو من خوارق الشياطين؟ والله ما ندري عنها ولا نعرفهم علشان نحكم عليهم، ما ندري عنهم ولا نعرفهم، ولكن الواجب اتباع الكتاب والسنة، وأن يكون الإنسان مع أهل السنة والجماعة في كل مكان، مغنيها الله عن الفرق الأخرى. نعم.